السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم باغي ندير معكم مغربية كتجي رائعة في المذاق، باللوز والزنجلان، كتجي كتدوب في الفم. بسم الله على بركة الله نبداو. عندي هنا 125 غرام ديال الزبدة، عندي هنا كاس مع مرش ديال السنيدة، انا طحنت واحد شوية، 100 غرام ديال اللوز يكون محمر ومهرمش، 100 غرام ديال الزنجلان حتى هو محمر ومهرمش شويه، 100 غرام ديال الطحين حمرناه واحد شويه، تقريبا عندي كاس كاس وكاس ديال الزيت، راس معلقه ديال القرفه، خماره ونص ديال الحلوه تقريبا 12 غرام، وعندي هنا 400 غرام ديال الطحين. والملح، نجيبو القصعة ديالنا، نخويو فيها داك الطحين، قلنا 400 غرام، نزيد عليها داك الكاس ديال الطحين اللي حمرنا، واحد الرشة ديال الملح ما نساوهاش، نزيدو قرفة، هذا راس معلقة، نزيدو الخمارة، نسيتو داك الزنجلان، أنا تقريبا كنت عندي هنا كاس كاس، نخلطو هادشي مزيان، غادي نبسبسوهم بهاد الزبدة، أنا نسيت سنيدة مخوتهاش، نزيدوها، نخلطو هادشي مزيان، تندخلو هداك الزبدة في الطحين، دابا غادي نجمعوها بالزيت. نخوي بشويه شويه ونخلطو فيها، حتى العجينة تجي قاسحة ما تجيش خفيفة، من كتكون العجينة قاسحة كتجي هشيشة الحلوة، إلا جات خفيفة كتجي بحال يابسة شوية، غادي نبقى نزيد الزيت ونخلط فيها مزيان هكذا كما كتشوفوا في الفيديو. انا غادي نجيب هاد الحكاكة هنا باش تساعدني، نحكا واحد جوج مرات ولا ثلاثة كتجي احسن ما تدلكي فيها، غادي نشوف واش تكور ولا لا، عاد خصها الزيت، هاد باقية كتفتت، غادي نزيد لها واحد شوية تاع الزيت، هداك الكاس عاد مازال ما كملتوش،
صافي بدات تخفف في يديا، بدات تطلق هذاك الزيت. قلنا العجينة خصها تجي قاسحة، ما تجيش العجينة خفيفة. صافي بحال هكذا، انا غادي نعجن فيها واحد شويه وندلك فيها واحد شويه وغادي نخدمو بها. بحال هكذا تجي. تقريبا شطت لي هنايا واحد 3 المعالق ديال الزيت. تقدروا تكملوا ديروا كاس، تقدروا نشات لكم الزيت. صافي انا غادي نكورها ونحطها في اللاطه. نشعلوا الفران، خصو الفران يكون سخون. من بعد ما ندخلوا اللاطه للفران نقصوا على النار ونحطوا اللاطه لتحت والنار يكون فوقها، تكون النار ناقصه. و كنشوفوا الحلوه بدات تشقق، تتشقق ما نخلوهاش تتحمر كامل. منشوفوا الحلوه تشققت ونطلعوها الفوق تكمل الطياب ديالها، ما نحيدوهاش من اللاطه حتى تبرد، حقاش كتكون تجي شيشه كتجي تفتت ولا هزينها وهي سخونه. خلاها حتى تبرد ونحيدوها من اللاطه، كتجي الحلوه بحال هكذا من بعد ما تطيب. نبغي نهرس معكم وحده، كتجي بحال هكذا، كتجي كتدوب في الفم، تجي شيشه. هيا اخواتي، نتمنى يعجبكم فيديو اخر ان شاء الله. هيا بسلام عليكم في وصفة اخرى.